حصل حمل من 6 سنوات وجهدته في أول الثالث، والدكتورة قالت لي يعد حيض، وأنا على هذا الرأي قعدت 14 يوما حيضا، واغتسلت وصليت، ثم بعد ذلك سمعت كذا رأي، أفيدني جزاك الله خيرا. قل الدكتورة وجدت في أول الثالث، الدكتورة قالت لي يعد حيضا، قعدت 14 يوم حيض، إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي ولا بأس باعتمادك رأي الطبيبة.